طيب تعالوا بقى في البداية نتكلم عن خبر مهم جدا وطال انتظاره جدا، وهو تشكيل رابطة أندية محترفة لإدارة مسابقة الدوري العام بدءا من الموسم القادم إن شاء الله. طبعا دي خطوة جيدة قوي يعني لتطوير الكرة المصرية، وكمان عشان فكرة الاستفادة من العقليات الشابة وخبرات أشخاص كتير برضو عندهم أو ليهم باع كبير في الإدارة الرياضية. طبعا بنتمنى أن كل الناس تساعدهم في التطوير، وأن هم يقدروا يعني يضعوا نظام ثابت وتطبيق اللوائح على الجميع، ونشوف شكل مختلف لكرة القدم في مصر، مسابقات منتظمة، لعيبة على أعلى مستوى، عودة الإيجابيات كلها اللي كلنا كنا متعودين نشوفها يعني في المنتخب المصري الفترة الماضية، إن شاء الله ترجع مرة تانية نشوفها ويعني تنعكس بالإيجاب على أداء المنتخب وعلى معسكراته وعلى مبارياته طوال الفترة القادمة إن شاء الله. نروح بقى لأسماء أعضاء رابطة الأندية اللي تم تزكيتهم بعد انسحاب سيادة اللواء محمد عبد السلام ممثل نادي المقاصة وكابتن محمد فضل، وهم عامر حسين بركات، شريف صالح محمد، خالد أحمد رفعت، أحمد إحسان دياب، عماد متعب. وطبعا برضو جدير بذكر ان قرر اتحاد الكره ترشيح كل من اللواء صفي الدين محمود بسيوني وايضا اللواء ثروت سويلم لعضويه المكتب التنفيذي لهذه الرابطه. سيتم الاجتماع في اقرب وقت ان شاء الله لتشكيل هيئه مكتب الرابطه، واكيد كلنا بنتمنى التوفيق للجميع ومستنيين منهم كتير قوي فيما يتعلق بتطوير منظومه كره القدم المصريه في اسرع وقت ممكن، وخصوصا ان احنا بقالنا فتره فرهدنا من كتر الكلام على شويه تفاصيل مش المفروض ان هي تكون موجوده، مش صح ان هي تكون حاصله من الاساس. وبعدين كره القدم المصريه بتاريخها الطويل العريض، احنا بنتكلم على يعني كره القدم المصريه هي نجمه كره القدم الافريقيه، والكلام ده مش جديد، ده من زمان. ففي بعض الاحيان بنشوف يعني شويه مشاهدات مش منطقي حتى ان هي تكون موجوده، بنتمنى ان هذا الوضع يتغير بقى ان شاء الله الفتره القادمه.